نجدد التحية وهذا فيديو جديد نوثق فيه الأضخم الأشجار هنا من المنصورة. نتحدث اليوم من 7/7/2022. القمر عاجزة أن تأتي بمحيط هذه الشجرة لضخامتها. ما زلنا نوثق للمنصورة التي كانت تسمى جزيرة الورد، وهذه الأشجار المصرية العتيقة. ما زلنا نوثق لضخامة هذه الأشجار وروعتها. تأمل معي هذه الأشجار وهذه جذورها. جذورها ممتدة في الأرض مثل امتداد تاريخ المنصورة، والذي يصل إلى 803 عام. وكانت المنصورة قبل 803 عام كانت تسمى جزيرة الورد.